واليوم أقول لكم توكلت على الله. Acaba şimdiki sorumluluğunuz nedir diye her oluşu yeni bir imtihan olarak karşılarız. Bu hareketin içinde olan her kardeşim bilir ki إن كل أخ من إخوتي في هذا الحزب يعرف جيدا أن فلسفتنا السياسية لم تتغير bütün varlığıyla bu davaya adanmış ve istikamet üzere insan yetiştirmeyi en yüksek ideal edinmiş bir kardeşinizim. Rabbim bu harekete bu davaya Allah Teala Cumhurbaşkanımızın başmüşaviri, büyükelçi, dışişleri bakanı, başbakan ve genel başkan olarak ülkeme hizmet etme şerefi nasip etti. وأحمد الله تعالى على أنه أنعم علي بأن أخدم قضايا حزب العدالة والتنمية وأهدافه وقضايا الشعب التركي وأهدافه وأنه أنعم علي برئاسة الحكومة التركية وفي هذه القاعة في عام 2014 تلقيت الأمانة والمسؤولية من رئيس الحكومة السابق رجب طيب أردوغان وأنا أسلم الأمانة الآن إلى رئيس الوزراء القادم بن علي يلدرم وأشكر كل الذين أحبوني وأشكر كافة الشباب الذين وقفوا إلى جانبنا وأشكر كافة الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية أشكر الجناح الشبابي لحزب العدالة والتنمية والجناح النسائي لحزب العدالة والتنمية لقد عملت طويلا من أجل خدمة الشعب وسأواصل خدمة الشعب والآن her an birlikte olmayı da en büyük onur göreceğim. Bu hareket, bu yol, أقول لكم إن هذه الحركة وهذا الطريق وهذه القضية ليست قضية شخصية إنما هي قضية الشعب وأرجو منكم أن تسامحوني ربما أسأت إلى بعضكم أو إلى أحدكم بعلم مني أو بغير علم فسامحوني إنني أستسمحكم إن عفوكم ومسامحتكم لي مهمة جدا بالنسبة لي لأن العلاقة بيننا علاقة أبدية علاقة دنيوية وأخروية وأريد أن أغادركم وقد سامحتموني أمام الله تعالى هل تشهدون على أنني خدمت هذا الوطن هل أنتم شاهدون على أنني عملت ليل نهار من أجل تركيا والشعب التركي في الصومال وفي ميانمار وفي سكوبيا وفي القدس وفي سمرقند وفي بخارى هناك إخوة لنا مستضعفون حاولنا كفكفة دموعهم فهل أنتم شاهدون على ذلك؟ الله بشاهدينيزي قبول إليسين
أدعو الله أن يتقبل شهادتكم هذه. وأودعكم بهذه الكلمات، وأتمنى نجاح المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، وأستودعكم الله وأعانكم الله، وأدام علينا وعليكم الوحدة والسرور والانتصار. Allah nice güzel günlerde, nice zafer ve günlerinde birlikte olmayı bize nasip eylesin. Allah ve en'am Allahu aleyna bil vahde ve tazamun. Allah'a emanet olun. Ve fi emanillah ihvati'l a'zza.